شايفة ان افضل ندخل كل ازايز التينر دي جوه المخزن. عني. ايوه ده السعيد اللي انت عملته ده، انت اتجننت. اول مرة عديتها قلت يمكن مش قصده، لكن قبل دقيقة ما تعدي بتطلع منك لعنة تاني. اعوذ بالله بنت الاسوء، قول. وانا بتاع كده برضه. شايفة الزنقة اللي احنا فيها؟ كنت انا مش عاوزه، ولا لحم مر وممكن ارمي بره المحل زرق بيت الكلاب. حط صوتك يا صفوان، الناس هتلم علينا. يا ست انا هجيب لك كرسي وتقعدي معززه مكرمه وانا اشتغل لوحدي. طب ليه ما نشتغلش مع بعض احنا الاثنين وتلزم ادبك؟ حاجة زي كده أنا ممكن أسامح فيها، بس في حالة واحدة بس، الحلال. آه الحلال وبس. بس انا فين وانت فين يا بنت الاكابر؟ الراجل تلات حاجات، شرف، امانة، يكون ذكر. اللي فيه التلات حاجات دول يبقى سيد الناس. اخواتك مش ممكن يحرموا؟ مالكش دعوه باخواتي، ليك عليا ان انا اكلمهم. لا بقى. لو في نصيب مش هيبقى قبل سنه. الناس يقولوا علينا ايه؟ مش خايف لا تقع وانت شايل كده؟ ما تخافيش، متعود على كده. لو موافق نقرا فاتحه. بس الموضوع يفضل سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. ما يطلعش بره ولا حتى لاخواتك. ولا حتى لاخواتي. زوجتك نفسي. جوزتك نفسي. مقدرة اللي انت فيه عشان بينا فتحة وكلمة شرف. انا هسيب لك نفسي يا سعيد تعمل كل اللي نفسك فيه. انت اول راجل يلمسني. انتوا التلاتة يعني كنتوا عارفين؟ ونعرف ازاي يا استاذة؟ مفيش ولا واحدة فينا كانت تعرف. كل واحدة فينا كانت فاكرة ان هي وبس. بلاش تعرفوا الاحساس، ولا واحدة فيكوا حست؟ قولي يا هبة، ولا واحدة فيكوا قالت انها عايزاه؟
ولا واحدة فيكم قالت إنها عايزاه؟ أنا هكلمك عن نفسي أنا. أنا وهو لما كنا بندخل المخزن كنا بنسوي الهوائي، وأول ما بنطلع من المخزن كان بيبقى زي القرد قدام القرادات بتاعه وهو ماسك له العصاية. ومين اللي ماسك العصاية بقى، القرد ولا القرادات؟ أنا آسفة صفاء. أمال الحكاية كشفت إزاي؟ ازيك يا غاليه يا بنت الغاليين؟ اتدورتي؟ خدودك بقت مورده زي التفاح. وحشاني يا حاج علي. ليكوا عندي خبر يفرح، ده إلاء القبور. خير يا حاج؟ عارفه رأفت ابن عبد الحكيم الكهربائي؟ الله اكبر عليه، امين شرطه في مباحث المديريه، شهم وجدع وخدماته مغرقه الناس كلها. ايوه ماله يعني؟ يا صفاء عين من اختك اللي اصغر منك، مش وفاء برضو؟ ايوه. يا اختي انا عارفه عينه عميت عنك ازاي. يلا بقى كل شيء اسمه ونصيب. يا بنت ده امين شرطه في مباحث المدريه، ده كان بيلعب كمال اجسام وهو في اعدادي. عارفه ده في شبه كبير من اسمه ايه، محمود عبد العزيز اللي اختك بتروح له السيمه. لا ليه بقى؟ لا وخلاص، ملوش يقول عندي فيها حاجه دي. هلاء عقل اختك، قولي لها ان دي فرصه والفرصه ما بتستناش. انا شايف ان عريس لقطه، اتجوزيه انتي. طب نفهم ليه؟ يا بنتي ده احنا اخوات وحريم زي بعض. ما تنطقي بقى، يمكن يا ست منك ما استفيد. انا مخطوبه وفتحتي مقريه. لا يا شيخ، ده من غير ما نعرف اهو اللي حصل. ومين بقى يا حلو ان شاء الله؟ عنتر ابن شداد يا اختي اللي انت ماسكه فيه ومثبته ده. سعيد، سعيده بخفيف.